طيب لو انا النهارده بفكر اخد في سكن، يعني اقدم على سكن لكل المصريين، ولا اقدم في 6 اكتوبر او في منطقه تانية، ايه اللي يعني هيبقى مميز هنا؟ احنا اتفقنا هنا المكان، الموقع بتاعنا متاح. خليني انا اقول لك، انا سالتك السؤال ده انت لسه كنت بتبيع لي في في 6 جنة اكتوبر في جنة وهنا كمان في ده لما ينزل منافسه هنا ان شاء الله. ان شاء احنا الله. موقعنا هنا جميل جدا زي ما اتفقنا على الموقع، الوحدات برضو مساحتها كويسة، برضو هنقدر نتفرج على واحدة اول ما نخلص، نقدر نطلع نتفرج على واحدة، المساحات فيها كويسة جدا، عندنا كل حاجة متاحة. احنا هنا بنهدف ان احنا نخلص مشروع متكامل بكل تفاصيله، يعني اللي هيسكن هنا هيبقى عنده كل خدماته حواليه، مجتمع عمراني متكامل، هيبقى عندنا فيه سياج هنا للمشروع، سياج شجري، وهيبقى عندنا بوابات. طبعا هيبقى في احنا هنا بوابات. احنا هنا ضمن خطة الدولة لسكن لكل المصريين، احنا هنا في المحور بتاع فوق المتوسط. جالنا كنا بنتكلم عليه من شوية، ده كان فاخر. تمام، ده فوق متوسط ان شاء الله. امتى هيكون الطرح يا باشمهندس؟ متوقع خلال السنة دي. يعني طبعا الطرح ده بيبقى مركزي عن طريق الهيئة، فاحنا متوقعين خلال السنة دي ان شاء الله ينزل الطرح بتاع الوحدات دي. طيب امتى يخلص المشروع بالكامل؟ نيجي احنا نتفرج عليه بقى ونشوف ان شاء الله على اللاندسكيب اخر السنة والخدمات دي هيبقى كده. كل تفاصيله جاهزة ان شاء على الله اخر السنة. بإذن الله. متوقع لها التسليمات امتى؟ تسليمات اول ما بتنزل الطرح ان شاء الله، يعني احنا هنخلصه على اخر السنه دي بقى، في الفتره دي يعني من شهر 9 لشهر 12 كان ان شاء الله نكون بنسلم السكان اللي هيحجزوا وحداتنا ان شاء الله. ان شاء الله. طب كلمني يا باشمهندس، خلينا نرجع تاني للوحدات، كلمني عن التشطيب الداخلي. احنا الوحدات بياخدها المواطن، بيستلمها كامله التشطيب، ان اكسسوارات سيراميك، كل اكسسوارات صحي، الكلام ده كله بيستلمه متكامل على الاخر. في لجان معتمده من الهيئه ومن الوزاره عشان يختاروا النماذج بتاعت العينات اللي هتتشكل. برضو احنا بنقول للمواطن في اي وقت، حتى في اي مشروع عندنا ما بيستلمش غير لما يتاكد ان كل حاجته كامله 100%، في اي ملحوظه بسيطه احنا بنبقى ملتزمين ان احنا نصلح الكلام ده كله ونعمله، مفيش اي مشكله خالص. يعني لما بعد ما يستلم لو عنده ملحوظه في وقت بتقدروا الاستلام ان بعمل له طبعا في وقت تغيرها. الاستلام بعمل له اي ملحوظه، مفيش اي مشكله خالص، دي حاجتنا واحنا ملتزمين بيها يعني واحنا مسؤولين عنها. طيب باشمهندس كلمني عن الاداره بقى بعد التسليم كده، والناس ان شاء الله لما نشوفها تيجي تعيش هنا هتكون عامله ازاي؟ احنا بعد ما بنسلم الوحدات في عندنا في شركات صيانه وشركات حراسه وشركات امن، بنتعاقد مع الشركات دي كلها وبيجوا بقى يباشروا بقى الاعمال الصيانه المستمره. يعني اول ما المشروع بيتسلم بيبقى في عندنا شركات متاحه بالتفاصيل دي كلها، معاها اطقم بقى النظافه، اطقم الامن كامله باليونيفورم بتاعهم بكل تفاصيلهم.